بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكمل الكلام على قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ذكرنا أن هذا النص من الآية دليل على حجية إجماع المسلمين، وأنه لا تجوز مخالفته، وهو الأصل الثالث من أصول الأدلة بعد الكتاب والسنة. وكما ذكرنا سابقا أن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم من الأحكام، فإذا كان هذا مصرحا به في أقوالهم فإنه إجماع قطعي. أما إذا كان الحكم صدر من بعضهم والبقية سكتوا لم يعارضوا، فهذا إجماع ظني، هذا يسمى إجماعا ظنيا، وهو دون الأول، لأنه لا يجزم بحصول إجماعهم على ذلك، بخلاف ما إذا صرحوا وجمعت أقوالهم تواردت على شيء واحد وهم علماء العصر المعتبرون، فإن هذا إجماع قطعي. قال تعالى: نوله ما تولى، أي من خالف إجماع المسلمين فإن الله جل وعلا يوليه ما تولى من الانحراف والمخالفة للمسلمين، بمعنى أن الله يخلي بينه وبين الهلاك، لأنه لم يرد الحق ولم يبحث عنه، وإنما أصر على مخالفة المسلمين وشذ عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شذ شذ في النار، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فالله جل وعلا إذا أعرض عبده عن قبول الحق بعد معرفته متبعا لهواه وشهوته، أو مطيعا لمن لا يصلح للطاعة من علماء الضلال والجهال، فإن الله جل وعلا يتخلى عنه ولا يوفقه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذه عقوبة من الله جل وعلا له: نوله ما تولى، أي نتركه في ضلاله وفي غيه. نوله ما تولى ونصله جهنم، نصله جهنم من الصلي، وهو مقاساة العذاب وشدة الحرارة والعياذ بالله. ونصله جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: وساءت، أي ساءت جهنم مصيرا،
أي مآلا ومقرا لمن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف إجماع المسلمين، فهذا له عقوبتان: عقوبة في الدنيا في أن الله يتركه يهيم في الضلال ويمده في طغيانه وعمه، والعقوبة الثانية في الآخرة أن الله جل وعلا يصليه جهنم ويؤول إلى مصير سيء، يصير إلى مصير سيء والعياذ بالله، عقوبة له. وهذا وعيد شديد في من خالف الكتاب أو خالف السنة أو خالف إجماع المسلمين في أنه يعاقب في الدنيا بحرمانه من قبول الخير والحق، ويعاقب في الآخرة بحرمانه من الجنة ومصيره إلى النار والعذاب الأليم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أعظم مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة إجماع المسلمين ارتكاب الشرك، الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله معناه عبادة غير الله جل وعلا، بأن يصرف له شيئا من أو نوعا من أنواع العبادة، كأن يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بالأموات، بالأشجار أو الأحجار أو الأصنام، فهذا هو الشرك بالله عز وجل. وهو ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة، يخرج من الملة، وشرك أصغر. والشرك الذي يخرج من الملة كما ذكرنا هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الشرك الأصغر فإنه ما جاء تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص العمل وينقص العقيدة، ومنه الحلف بغير الله، ومنه حلف بالأمانة، ومنه الرياء والسمعة، فهذه من أنواع الشرك الأصغر. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.